شو هالأصوات؟ مساكر مصابين بحاجة لإسعاف. افتحي لي الباب، أنا بسعفهم. دكتورة نحن عنا أكثر من جريح وأنتي تعبانة. أنا صرت أحسن شوي، بقدر أتحرك. فيكي تجيب الدكتور عصمت، نتساعد سوا. طيب أنا رح آخذ إذن وأرجع لعندك. بالطب ما في شيء اسمه عدو صديق. رسالتنا انه نعالج المصاب بدون ما نعرف مين هو. يا ريت كل الناس مثلك. في كثير ناس مثلي، عصمت وغيره. دكتورة بعرف انك تعبانه بس الله يخليك عالجيهم كلهم، بلكي طالعونا. انا لازم انسى وجعي عشان اعالج المصاب. Thank you.
اساس انت مريضه وبدك اسعاف؟ ايه لساتني موجوع. عم تورجينا قديش انت انسانيه وملاك رحمه وحمامه سلام. بدك تساعدي جنودنا، عم تتاملي انه نخفف عنك العقوبه ما؟ كل اناء ينضح بما فيه يا كابتن. انت بالذات بتسكري تمك، وقريبا جدا رح يتسكر للابد لما بيصدر فيكي حكم الاعدام. انتوا هيك بتفهموا مثل ما بتعملوا بغيركم. لك شو اعدام ما اعدام يا حضره الكونل الكابتن؟ يا حضره الكابتن رفقاتي عم يمزحوا. شو بك؟ اعتذري دكتوره، اعتذري عن معالجه عساكرهم. الهجوم اللي صار كان الهدف منه تحريركم، وهالشي رح يشدد العقوبه عليكم. هاد اذا لحقتوا، لانه بهاليومين رح يصدر الحكم. نحن عفينا عنك، وانت بتعرف انه انا كان فيني اقتلك بالجبل. شو نسيت؟ انا متمني اللحظه اللي رح شوفك فيها عم تلوحي على حبل المشنق. كابتن، وضع الجرحى خطير، نحن بحاجه لاسعاف. ماشي ماشي دكتوره، فيك تشوفي شغلك. ايزابيل، لا تنسي تجيبي عصمت. اسمعوني منيح وفتحوا أذانيكم. ابتداء من اليوم اللي بدي استلم إدارة هذا المحل هو طاووس. ايه، وانا شو راح تكون شغلتي؟ انت شغلتك بتكون تحت اشرافه لطاووس. معلم، من هالناحية لا تأكل هم، انا وكرمه بنفهم كثير بالمطاعم، كنا كل ما خلصنا عتالي نروح على مطعم، ما خلينا مطعم بالشام ما اكلنا فيه. فشو بدك يعني نحن جاهزين؟ طخي نقي. أنا شاد الظهري فيكن. ها، أنتو ناسي وعزوتي، وهذا الرزق بده ناس ثقة، مو سلموا لناس غربتلية مشان يكبولي رزقي هون وهون. مش معلم. جيجي هنائي، والله ما بصير اللي عم تعمله. الكباريه بده ناس حريفة يشغلوه، مو ناس جايبهم من الحارة. لك بلا كباريه بلا صغاريه، شو مفكرتيني أنا من ضيعة قليلة؟ لك أنا عضو برلمان وعندي حصانة دبلوماسية، وقلت لك الطعم القديم ما بيلزمني. حبيبي شلون يعني ما بدك حدا من الطقم القديم؟ وكهرمان وميشو وين نروح فيهم؟ خلص خلص، الا ما نلاقي لهم شي شغله، وكلي الله انت ولا تخافي. خطار، احنا لازم ننسحب، هذه الخطه ما يمشي حالها. وانا ما راح انسحب لما اجيب الشباب. خطار، نموت كلياتنا وما نقدر نفوت لجوا. اعطي اوامر بالانسحاب. يلا، غطينا. حيان، حيان. نعم سيدي. بتروح على مكتب النائب هنائي وبتقول له بيقول لك ابو نظمي اليوم المساء. اليوم؟ ليش؟ شو في اليوم؟ قل له اليوم المساء وهو بيفهم لحاله. تفضل. ايه، مثل ما بدك، تأمر.